خليني أسأل حضرتك، وأنت في الأيام الأولى لتولي هذه المسؤولية الصعبة في هذه الظروف التاريخية الصعبة أيضا، ماذا يمكن أن تقدمه الدبلوماسية بالخبرات العريضة اللي حضرتك تفضلت بيها في الصين وفي الاتحاد الأوروبي وفي أعتقد في أيضا في جنوب أفريقيا وفي سويسرا ربما؟ كيف يمكن للدبلوماسية أن تسهل في عملية إعادة الوئام إلى الداخل السوداني؟ شوف، إحنا أنا في تقديري عندنا يعني مهمتنا من اللحظة الأولى هي إحنا الآن عندنا معركة في السودان اسمها معركة الكرامة، اللي هي المعركة التي يقود الجيش ضد قوات الميليشيا. واحدة من اسم العملية العسكرية حرب الكرامة، معركة الكرامة. وإحنا كدبلوماسية عندنا مهمة رئيسية في إنه نكون الذراع الدبلوماسي والسياسي لهذه الحرب. وماذا يعني هذا؟ في تقديري شيئين. الشيء الأول هو أن تتوفر للقوات المسلحة السودانية كل الإمكانيات التي تمكنها من أن هي تحافظ على وحدة السودان، تحافظ على حدود السودان، تحافظ على موارد السودان، وتحافظ على السودان كدولة. وده الهم الأول. الهم الثاني بتاع الدبلوماسية السودانية، وطبعا ده بيعني أشياء كثيرة جدا مرتبطة بعلاقات السودان مع الدول الأخرى، مرتبطة بعلاقات السودان مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومرتبطة بكل الأشياء اللي لها علاقة بهذا الملف. الجزء الثاني من الموضوع اللي هو إنه إحنا كل العالم يعرف أنه، واحنا حتى في هذه الحرب، انه اي حرب في النهايه بتنتهي بمفاوضات، يعني الجلوس على مائده المفاوضات، وانت بتجلس في مائده المفاوضات زي ما يعني كنا مع يعني الامين العام للجامعه العربيه قال، يعني انت بتتفاوض، ما بتتفاوض مع اصدقائك، بتتفاوض مع اعدائك. صحيح، اعدائك يعني انت تمشي للعدو وتتفاوض معه. احنا حندعم الاتجاه للحل التفاوضي الذي يؤدي الى تحقيق ما نصبوا إليه من خلال المعركة العسكرية اللي بيروحوا فيها ضحايا في الجيش وفي الدعم السريع وفي الشعب السوداني، اللي هي إزالة أثر هذه الميليشيا من السياسة السودانية ومن العسكرية السودانية. يعني ما دايرين دور سياسي للدعم السريع وما دايرين دور سياسي عسكري للدعم السريع.